ختاما يقول المفكر الجزائري مالك بن نبي: إن الحرية عبء ثقيل على الشعوب التي لم تحضرها نخبتها لتحمل مسؤوليات استقلالها. فالاستعمار ليس مجرد عارض، بل هو نتيجة حتمية لانحطاطنا. ولكي لا نكون مستعمرين، يجب أن نتخلص من القابلية للاستعمار. فالتاريخ ليس ما تصنعه الصدف ولا مكائد الاستعمار، ولكنه ما تصنعه الشعوب ذاتها في أوطانها. تيقن، عندما تغرب الفكرة يبزغ الصنم، والكتب هي التي تصنع الثورات. غير نفسك تغير التاريخ. إلى اللقاء.